أخبار اليوم. فعلا كل يعني ناس في الفيلم كان مجموعة أفلام كتيرة وقصص كتيرة جدا جوه فيلم واحد، فيها مشاكل، في شخصيات، في إحنا لما تشوفوا طبعا الناس اللي هي دايما بتروح وتزور الأضرحة وعندها قناعات وعندها طبعا هي بيبقى عندها يعني مطالب، والمطالب دي تطلبها من الله عز وجل، ولكن هم بيتبركوا بمقام، أو كلنا عايشين في الأجواء دي طول عمرنا. فأعتقد أنه ما فيش أبدا وسيط بين الإنسان وبين ربه، ولكن أنا شايفة مجهود جامد جدا اتعمل في الفيلم، ما فيش حاجة حقيقي اشتكينا منها أبدا، كله كان كامل متكامل، وأنا سعيدة أن أنا اشتغلت.